كنا محرمين بالعمرة، وعند وصولنا الفندق رأى زميل لنا صرصورا يمشي على الحائط فقتله، فما حكم ذلك؟ إن كان مؤذيا فلا بأس بقتل المؤذي يقتل، أما إذا كان ما هو مؤذي فهو أخطأ في قتله وليس عليه شيء، ليس عليه شيء ولا ضمان لأنه لا يضمن، لكن إن كان إنه ما منه أذى فهو مخطئ بقتله. نعم.